ذكر عظيم جدا 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 جامع، افضل من ان تذكر الله سبحانه وتعالى الليل مع النهار والنهار مع الليل. عشان كده العلماء قالوا ايه، سموه، بعض العلماء سموه كنز السنه النبويه، لان هو افضل من ان تذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعه متواصله لا تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظه واحده. هل يستطيع احد ان يذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعه متواصله لا ينام ولا ياكل؟ مستحيل طبعا. لا، ده افضل من ان انت تذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعه متواصله، مع انه ما ياخدش منك لو انت قلته دقيقه، بس صعب عظيم جدا. مليارات مليارات الحسنات، مليارات ملايين او مليارات الشجر ستغرس لك في الجنه. شوف الصعب العظيم. عن ابي امام الباهلي رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في المسجد احرك شفتي، فقال لي: ما تعمل يا ابا امامه؟ قلت اذكر الله يا رسول الله. قال: افلا اعلمك ذكرا افضل لك، افضل عند الله من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ يعني لو وصلت الليل بالنهار ووصلت النهار بالليل بتذكر الله سبحانه وتعالى، لم تفطر عن الذكر لحظه واحده، لن تبلغ ثواب هذا الذكر مره واحده. فقلت: بلى يا رسول الله. قال: ان تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، سبحان الله ملء ما احصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ثم تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله ملء ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. ثم تقول: الله اكبر، نفس الصيغه، لا اله الا الله نفس الصيغه، هي الحته الاولانيه بس. لو انت حفظتها خلاص هتشيل سبحان الله وتحط الحمد لله، وتشيل الحمد لله وتحط الله اكبر، وبعدين تشيل الله اكبر وتحط لا اله الا الله. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الاربعه دول؟ لان دول اعظم الذكر، دول الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، كما قال في سوره الكهف. فشوف بقى الثواب العظيم اللي انت تاخده لما تقول سبحان الله عدد ما خلق. هل يستطيع احد ان يحصي عدد خلق الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. يبقى هتاخد كم حسنه؟ هتاخد حسنات بعدد خلق الله، والحسنه ب10، اضرب بقى حاجه يعني عددات الدنيا كلها تستطيع ان تحصي هذا. يغرز لك كم نخله في الجنه؟ من قال سبحان الله، وفي روايه اخرى سبحان الله بحمده، غرزت له نخله في الجنه، شجره سقالها من ذهب وفروحها من الزبرجد والياقوت والمرجان، واوراقها اعرض من اوراق من ورق الفيله، وفيها من الثمر لو الواحده بس لو اكل منه اهل المشرق والمغرب اوسعهم، يعني لو اهل الارض كلهم اكلوا الشجره دي تكفيها. يبقى يغرز لك كم شجره؟ لو قلت الحمد لله عدم خلق يغرز تاخد كم حسنه؟ يغرز لك كم شجره؟ يحسب يبقى ملايين مليارات مليارات الحسنات. عشان كده هذا الذكر لا يقدر في الميزان يوم القيامه، في الميزان، لان صعب عظيم جدا. وبعض الصالحين يقوله مش مره واحده في اليوم، 5 مرات 10 مرات يكسب منه، يعني بعض الصالحين بيكسب من هذا الذكر. وصدق العلماء عندما سموه كنز السنه النبويه. فلا عشان كده يعني انا هضعه لحضراتكم الذكر ده والحديث تحت الفيديو، يا ريت تنسخوه وتنشروه على موقع التواصل الاجتماعي، بس هو سهل جدا تقراه واحفظه. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الارض، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، يعني احصى كتابه اللي هو اللوح المحفوظ. شوف بقى اللوح المحفوظ اللي فيه كل صغيره وكبيره في الدنيا، عدد الحاجات اللي حصيها الكتاب ده. يبقى سبحان الله ميل واحصى، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ميل كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اختار لنا هذه الصيغه لتكون عدد لا نهائي من الحسنات وعدد. الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، فافضل شيء ان احنا نلتزم بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لنحصل هذا الثواب العظيم. فتحفظ الحته دي وتشيل بقى سبحان الله، تحط الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، تواظب على هذا الذكر يوميا. إن استطعت تقوله مرة أو عدة مرات كل يوم وحصلت ثواب عظيم جدا، وبإذن الله يكون طريقك إلى الفردوس الأعلى.